طب ليه يا جماعه؟ احنا يعني انا هبدا يعني هبدا اشرح الازرار المعماري في الفوتوشوب، فاللي مش عارف فوتوشوب هدخل على ده، اظن ده فوتوشوب يعني مفيش حاجه. مبدئيا هشرح الاول على مشروع ديزاين كنت عامله قبل كده، يعني هشرح على ملف جاهز وهشرح التكنيك اللي انا استخدمته عشان اعمل الازرار مش اكتر من كده. انا عملت الاقصى موديل اللي قدامكم ده، ده الموديل ده ديزاين نفسه بتاع المبنى وحطيته على الماكس. انا خدته ماكس يعني علاء هيظبطكم في الماكس ودخلته حطيت العواميد والكلام ده وبعد كده ريندر بسيط تمام. اطلع من الماكس، في حاجه اسمها ريندر اليمنت في الماكس بس مبدئيا. ريندر اليمنت دي بتبقى في ال نعم حد استخدم منها في ري قبل كده؟ كم واحد استخدم في ري؟ تمام. حد اتكلم حد يعني في حاجه اسمها ريندر اليمنت في الماكس بتتجمل ريندر من ريندر سيتنج تمام كلنا تمام. المفروض ان ريندر اليمنت دي مهمه جدا، في ثلاث حاجات كده اكتبوها مهمه جدا في البوست برودكشن في ريندر اليمنت. الواير كلر والريفليكشن ماب والريفليكشن ماب الريفليكشن والريفليكشن نعم لا ده في الريندر اليمنت دي بتبقى موجودة في الريندر سيت اب. أنا ممكن أفتحها دلوقتي وأوريها لكم بسرعة. تمام؟ وفي المنت كمان بيستخدم لو هتحوله ده اللي هنعمله، يعني هنحول لقطه دي نخليها نايت على طول في الفوتوشوب من غير 3 دي اس ماكس تمام. بعدين ده بيطلع عندي الاوت بوت بتاعي من الماكس على طول. بس فقبل ما اعمل له بوست برودكشن في الاول خالص لازم اظبط الليفلز والكالر بالانس، دي اهم حاجه في الاول خالص. الليفلز المفروض الليفلز بجيبها من هنا عشان بعد كده اعرف اتحكم فيها في اخر الفايل. في ليفلز بتيجي من ادجستمنت كنترول ال، في ليفلز بتيجي من هنا، ايه الفرق ما بينهم؟ بالظبط تمام؟ بيبقى تحكمي بعد كده سهل ان انا اعدل فيها في اي وقت. يعني الاحسن ان انا اخليها اللير، اخليها لير تمام؟ المفروض ان انا ازود بقى يعني اظبط الادجستمنت بتاعت الفايل. مثلا كده بقى اوضح بكتير من الاول تمام. اعدل عليه بعد كده في من خلال الريندر اليمنتس، بس قبل كل ده المفروض احدد ايه اللي انا هعدله ايه وايه الحاجات المهمه اللي انا هبينها بالفوتوشوب جوه اللقطه حسب مشروع كل واحد. يعني حسب مثلا في مشروع مثلا بيبقى في حته مثلا مكان بيتجمعوا فيه ناس، فانا هركز فيه ان هو احط ناس في المنطقه دي في البوست برودكشن. في مكان فيه جرين، فالمكان ده لازم اعمل سكتش مبدئي قبل ما ابتدي في البوست برودكشن تمام. فهعمل لير جديده واجيب البروش عادي وسكتشات، يعني مثلا اللقطه دي مثلا عايز مثلا بنت صغيره مثلا بص على دي حضانه، المشروع ده مبدئيا كده حضانه تمام. فالمفروض اعمل بنت صغيره مثلا بص على المشروع من بعيد تمام. مثلا في ممر مشاه هنا وفي ست ماسكه عربيه بيبي مثلا، او لو في هنا مكان الاطفال مثلا ومعديه تمام. عربيه مثلا وماشيه، ده سكتش مبدئي قبل البوست برودكشن، بحيث ان انا بحضر كل حاجه قبل ما ابتدي البوست برودكشن بدل ما بتايه جوه الفايل. مثلا الحوادث دي انا عاملها مثلا عشان الجرافيتي اللي هو الاطفال مثلا يلعبوا عليها مثلا او يرسموا عليها تمام. مثلا هضطر مثلا اجيب ولد معاه فرشه مثلا بيرسم عليها مثلا. المكان ده انا عامله عشان يلعبوا عليه سكينج او يبقى فيه ولد معاه باتيناج او ايا كان، فيبقى فيه هنا ولد
لا ما بتنهاش. المكان ده انا عامله الباركنج لعجل، فما عدتش عجل في الماكس عشان الريندر ما ياخدش وقت مثلا. فاحط هنا مكان العجل باركنج. ايه تاني؟ في اطفال مثلا، كام طفل كده جوه في الاوضه مثلا دي، لو حاجه لو حاجه مهمه. المكان ده سيتنج اريا، فيبقى في واحد قاعد عليه. المكان ده مثلا انا شايفه بلانك قوي، عايز اتكسر بحاجه، فراح انا هنا كده هحط ثانيه واحده، هحط مثلا شجره وليكن يعني. ايه تاني؟ عايز اعمل مثلا الروح بتاعت الكيدز مثلا، مش عارف ايه كده، فهعمل مثلا هنا بالونات مثلا ايا يعني كان. وهكذا يعني، التفاصيل اللي انا عايز ازودها بزودها في سكتش الاول قبل ما ادخل، بحيث ان انا قبل ما ادخل في البوست برودكشن اجمع بقى البي ان جي بتاعتي من جوجل. مثلا ادخل على جوجل واجيب بقى ولد بيرسن ولد سهله يعني، على جوجل بجمعهم في ريفرنس فولدر عادي.